هل نحن أمام انتفاضة ثالثة؟ ما قال للدكتور يوسف رزقة وزير الإعلام الفلسطيني الأسبق معنا. دكتور يوسف عبر الهاتف، أهلا بك دكتور. أهلا بكم يا حبيبي، أهلا وسهلا. ما الذي دفع دكتور يوسف لطرح هذا السؤال؟ هل هناك مؤشرات فعلا بأننا أمام انتفاضة ثالثة؟ يعني القطاع والضفة الغربية خاصة منطقتي نابلس والجنين، الملاحظ أنه من خلال الفترة الأخيرة يعني تبدو وكان على صفيح ساخن، وأن هناك يعني إعلام عبري متكرر ومن مستويات على قيادية على صلة المخابرات الصهيونية تتحدث عن جنين وعن نابلس وعن فقدان السلطة لقدرتها للسيطرة على الميدان، وأن قوات الاحتلال تعمل بنفسها، وأنها درست فكرة استخدام الطائرات المسيرة في قتل والاغتيالات من الجو. وهناك نقاش كبير جدا في هذا المجال. مجموعة هذه العناصر ومجموعة أعداد القتلى وأعداد الاقتحامات تؤشر على أن هناك حركة نشطة من الجانب الفلسطيني باتجاه ضد الاحتلال ومقاومته بما تيسر من أدوات المقاومة المختلفة، ولا سيما المقاومة بالحجارة والمظاهرات. وأيضا هناك تحدي إسرائيلي واعتداء متكرر ومتواصل، ونسبة عدد القتلى والجرحى والمعتقلين في الفترة الأخيرة تفوقت على هذه النسب التي كانت في العام الماضي. لذلك هناك فعلا وجود إرهاصات لانتفاضة ثالثة، لأن حالة الإحباط التي لدى الشباب الفلسطيني في سن 20 إلى 30 نتيجة لعدم السلطة ونتيجة لعدم وجود حل لتوسع الاستيطان، هذه الحالة لابد أن نعبر عنها بشيء من الروح الشبابية التي تجد نفسها من خلال الانتفاضة وأعمال المقاومة. لذلك أنا أتوقع ذلك، وكثير غير أن أتوقع ذلك، ما هناك بعض المحللين في الجانب العبري أيضا يتوقعون أن تتوسع حالة الاحتقان وحالة الانتفاضة الثالثة في الضفة. في تقديرك دكتور، كيف يعني يمكن أن تكون ملامح هذه الانتفاضة الثالثة؟ كل انتفاضة كانت لها ملامح خاصة بها، كانت لها سياقات، هذه المرة هنا السياقات مختلفة، هل ستختلف الملامح أيضا؟ أنا أعتقد أنه هذه الانتفاضة أمامها هدفين، إما السلطة تقدم تحقق تحريق أو تحقق مطالب الشعب الفلسطيني، وإما لا سلطة. في نفس الوقت إما احتلال أن يزول، وإما استمرار في المقاومة رغم الضريبة الباهظة التي سيدفعها المقاومون والشعب الفلسطيني. الملامح هي تتلخص في جانبين، في الجوانب اللي هي مرتبطة بالمناطق الاستراتيجية ذات الجبال والغابات أمثال نابلس وجنين، فستكون الانتفاضة تجمع بين العمل المسلح وبين العمل العمل الشعبي. أيضا في الوسط هناك يعني حالة من الاحتقان، لكن أعتقد أنه يتم تفريغها من خلال المقاومة الشعبية أكثر منها من خلايا مسلحة. يعني في رام الله نجد نشاط في عند الجدار، لكن في الأغوار نجد أيضا عمل مسلح، نجد في جنين عمل مسلح، في نابلس عمل مسلح، أحيانا تشارك مدينة القدس من خلال بعض الأفراد من خلال عمل مسلح. الإسرائيليون هم أمام معضلة، المعضلة الطرف الأول التنظيمات وخلاياها النائمة، والطرف الثاني ما يسمونه الذئاب المنفردة أو المقاومة الذي لا ينطلق من تنظيم وإنما ينطلق من إرادة شخصية، وهذه تتكون من واحد أو اثنين يتفقوا على عمل في تضحية من أجل القدس، من أجل الدين، من أجل فلسطين. يعني بتكون في المعلومات الاستخبارية عن هذه الأعمال الانفرادية تكون محدودة جدا لدى الجانب الاحتلال.
الاحتلال بيضرب ضرب عشوائي في فترة الأعياد، لأنه هو يتخيل أن هناك أعمال ضخمة ستحدث من الجانب الفلسطيني، ولذلك هو يضرب يمينا وشمالا حتى يعني يحبط مثل هذه الأعمال أو من يفكر فيها، ولكن لا تتوفر لديه المعلومات الدقيقة الكاملة عن الخلايا النائمة أو الخلايا الفردية في هذه المسألة، بدليل أنه يقتل عشرات ويعتقل عشرات ويجرح عشرات، وفي النهاية لا يكون بين هؤلاء أشخاص مقاومين حقيقيين أو حاملين للسلاح.